كثير من المواطنين يشتكون من ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام. رغم توفر الأغنام بأعداد كافية، فإن هذا الارتفاع في الأسعار يعزوه المربون لارتفاع التكاليف. وقد التقت كاميرا 218 الحاج محمد أبو نشاشة، أحد أقدم مربي الأغنام في المنطقة الوسطى. إحنا هذا خاسر عليه أموال. أولا من جبت كهرباء 400 قنطار، القنطار ب 150 دينار محسوب عليها السعي هذا، باش نبيع الجدي، الجدي وصل لعند 400 دينار و 500 دينار. أموال إضافية تكبدها مربو المواشي لتغذية قطعانهم بالأعلاف جراء قلة تساقط الأمطار خلال هذه السنة في مختلف أرجاء البلاد، بالإضافة إلى غلاء أجور الرعاة وصعوبة نقل التجار لشحنات المواشي من منطقة لأخرى لبيعها في مناطق أكثر كثافة سكانية وإقبالا على الشراء، على عكس المدن الصغيرة التي يربي مواطنوها الأغنام. عوامل أدت إلى اختلاف أسعار الأضاحي لهذا العام. الظان هي الظان، المعيز هو المعيز، البل هي البل، البشر هو البشر، لكن شنو تغيرت الدنيا؟ الدنيا هي اللي تغيرت، حتى النبات في الأرض تغير، الأرض ما كانتش بالشكل هذا، كان ما بدأتش تخشها من الأشجار أصبحت ما فيها شيء، الدنيا سكرت عما كل التراكين، مطر ما تجي، حتى تجي مطر ما تنبت، الأرض ما فيها حطب، علفة ما هناك، موية ما هناك، احنا رانا عايشين غير بسبحانك. ورغم تساهل الدين بجعل هذه الشعيرة من السنن، فإن معظم الأسر الليبية تلزم نفسها بنحر الأضحية ولو كانت بالاستدانة، ما يجعل عديد أرباب الأسر يحملون هم توفير السيولة اللازمة لذلك، ويفرغ العيد من أجوائه وشعائره.